الآن الكلمة الأولى لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، فلنستمع. المتوسط. إذن بالنسبة لولاية الجزائر، كما عندنا من حيث الإحصائيات 130 مركز على مستوى إقليم ولاية الجزائر، وأكثر من 840 ألف تلميذ معنيين بهذه الامتحانات، و10 آلاف، أكثر من 10 آلاف معطر لأطروا هذه الامتحانات. وبالتالي احنا أخذنا كل الاحتياطات وضبطنا كل أمورنا ووفرنا كل الإمكانيات. أول شيء اللي وفرناه هو التغطية الأمنية، يعني متواجدة وفي المستوى. في نفس الوقت ضمننا النقل اللي في حاجة للنقل، وكذا الإيواء نتاع كل المترشحين. وما علينا إلا نتمنى إن شاء الله الامتحان يفوت في الظروف حسنة والنجاح لكل تلاميذ الولاية بدون استثناء. وبارك الله فيكم.